يقول السائل: اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لأمي علما أنها حية. إذا كانت نشيطة وتقدر على أن تعتمر بنفسها فلا تعتمر عنها، إنما العمرة عن العاجز الذي لا يستطيع السفر ولا يستطيع القدوم إلى مكة، ولا يرجى أنه يستطيع فيما بعد لكونه كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا. أما الإنسان الصاحي والذي يقدر على المجيء فهذا لا يناب عنه في الحج ولا في العمرة، بل يأتي هو، إذا تيسر له يأتي هو، وإذا لم يتيسر له فلا شيء عليه. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع لا شيء عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.